نباهي بك الكون أم الشيوخ وأم الحضارة زهوا وعطرا، فللمرأة اليوم أصبح شأن وأضحى لها في المحافل ذكرى. سعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النساء العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات حفظها الله تعالى. ومنذ تأسيس دولة الاتحاد لرفعة وتقدم المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، فنحن لا نتحدث عن سيدة اقتنعت بدور محدود حتى وإن كان نبيلا، بل عن عطاء وخير وهب نفسه لمجتمعه بكافة شرائحه، وفي مقدمتها المرأة، فأولت جانب التعليم مكانة مهمة ومميزة ومنحته الكثير من وقتها وجهدها الخاص. جامعة الإمارات وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قصة دعم ورعاية لا تنتهي، ورسالة إنسانية آمنت بها أم الشيوخ لتشكيل منظومة العمل النسائي الموحد في الدولة، والذي بدأته سموها من مراحل رعايتها الأولى للطالبة الإماراتية في مختلف مراحل التعليم، حتى تخرجها وتسليمها شهادة التخريج بيدها البيضاء الكريمة، سائرة بذلك على خطى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله تعالى. عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها ومنذ انطلاق دولة الإمارات على تذليل الصعوبات والعراقيل في سبيل تمكين المرأة الإماراتية في مجال التعليم، وكان لسموها عدة مبادرات ومساهمات في هذا المجال لمسناها بشكل كبير ونحن في مسيرة التعليم وفي مقاعد الدراسية في جامعة الإمارات، إلى أن وصلنا إلى تتويج هذه المسيرة بالتخرج. الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها محل فخر لكل الإماراتيين والعرب بمبادراتها وبعطائها وبكرمها وحبها للناس، هو إكمال لمسيرة أبونا الشيخ زايد الله يرحمه، هو نفس الفكر ونفس الحب ونفس العطاء من زايد إلى الشيخة فاطمة وإلى كل شيوخ الإمارات الله يحفظهم. شكراً لدعمك للتعليم وشكراً لدعمك لجامعة الإمارات، شكراً لك يا القلب الكبير. تطلعات الخريجات بجامعة الإمارات عانقت طموحات القيادة الرشيدة، مرسخات بذلك قيم الريادة والتميز، وكسبن رهان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله تعالى على أن قدرات المرأة الإماراتية خلاقة في مختلف ميادين الإبداع والابتكار. أجمل شيء يمكن أقوله عن الشيخة فاطمة الله يحفظها ويديمها دخلنا أنها أم، والأم يوم تعطي ما تفكر بحجمها العطاء أو مدى صعوبة وصول لأبنائها، فأجمل ما يميز سموها هو حبها للعطاء والخير لأبنائها وبناتها. تحصيلنا العلمي ونجاحنا وتخرجنا من جامعة الإمارات ورد لو جزء بسيط من دين كبير منا إلها، وحب أقولها الله يحفظك وديمك لنا يا أم شيوخنا الغالية. تجلى اهتمام الشيخة فاطمة بنت مبارك رعاها الله في مسيرة التقدم العلمي والثقافي والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، في حرصها على تعزيز دور جامعة زايد كمؤسسة وطنية تعليمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لتساهم بفاعلية في نهضة المرأة الإماراتية العلمية. نجحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين الترابط الأسري في الإمارات بمشاعر الأم، فاستحقت لقب أم الإمارات. ويتضح دور سموها في حرصها على رعاية وحضور عرس الجامعة السنوي بتخريج طالباتها منذ تأسيس هذه الجامعة، والتي تشرفت بحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله تعالى. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لم تألو جهدا لتمكين المرأة بالقيادة والريادة في كل المناسبات ورصدها. امتدت مساعي الخير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى المحتاجين وأغاثت المنكوبين في كل مكان، وقدمت لهم الكثير من الدعم المادي والمعنوي، فبلغ أعطاء سموها أقاصي الأرض وأدناها،
فهي التي كانت ولا زالت رمزا كبيرا للعطاء. عملت أم الإمارات حفظها الله تعالى على رفعة المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع العلم والمعرفة والثقافة. وهذا ما نراه جليا في مسيرة كليات التقنية العليا، كونها أبرز مؤسسة للتعليم العالي التطبيقي في الدولة، والتي خرجت الآلاف من الطالبات اللواتي امتلكن الخبرة والمهارات الفنية والإبداعية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. الشيخة فاطمة بنت مبارك هي مثال للمرأة المتمسكة بدينها وهويتها وتقاليدها. فقد علمتنا بأن ليس هناك فرق بين قدرات الرجل والمرأة، حتى وصلت المرأة لأعلى رتب في الدولة. إن اهتمام أم الإمارات بدعم مسيرة التعليم وتشجيع المواطنات على استكمال تعليمهن هو نابع من إيمانها بأن التعليم هو النافذة التي تطل منها المرأة على حضارة الأمم، وهو وسيلتنا لمواكبة مسيرة التطور والتقدم واستمرار النهوض بمجتمعنا. فشكراً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها، فنجاحنا هو نتيجة نجاحها. تنحني المعاني والكلمات، شكراً وعرفاناً لصاحبة الأيادي البيضاء والطيبة والنقاء، لقدوتنا التي رعتنا لتصنع منا قادة ولتجعل منا سفيرات للعلم والتميز في كل ميدان. شكراً صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فها نحن غرسك الطيب قد أتى ثماره الطيبة، فلك تقديرنا ودعواتنا بأن يديمك الله تاج فخر وسعادة. يأتي فكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رعاها الله مرتبطا بمسيرتها المليئة بالعطاء والدعم المتواصل على نحو وثيق في خلق بيئة جاذبة للطلبة في المجال التعليمي، تجعلهم يكتشفون مواهبهم وقدراتهم وإشباع شغفهم المعرفي. فدولة الإمارات الأحوج إلى هذه المواهب الوطنية القادرة على المساهمة في رخاء وازدهار الدولة.